أنا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نتناول فيها أبعاد الهجوم الذي استهدف كنيسة في الإسكندرية في مصر وتأثيراته المحتملة على الساحة الوطنية في مصر. سيد جمال أسعد عبد الملك، عندما تابعنا تقرير الزميل دينا السمك من القاهرة، السيد ويليام ويصا تحدث عن غياب ما سماه غياب رؤية استراتيجية لمعالجة الإشكال المسلم المسيحي في مصر. هل تعتقد بأن ما جرى سيجعل هذه النقطة ملحة الآن على جدول الساحة السياسية في مصر؟ أولا، الاستراتيجية أو ما يسمى بالأجندة الإصلاحية موجودة وتطرح من كل الاتجاهات السياسية، ولكن لكي نكون صرحاء وموضوعين في ذلك الوقت، أن هذه الأجندة لم تجد طريقها إلى التطبيق العملي من أي من كان. وهنا أقول دائما أن الإصلاح بين العلاقة الإسلامية المسيحية والقضاء على المناخ الطائفي الذي أدى إلى فرز حقيقي الآن في التعامل الآن بين مسلم ومسيحي وليس مصر ومصري، أقول الجميع مسؤول في إطار هذا الموضوع، وهذه الاستراتيجية موجودة، ولكن لا شك مطلوب تفعيل هذه الاستراتيجية. لأنه لا شك أيضا نقول يعني أن هذا الحادث الأليم اسمح لي فقط يعني كيف بفظاعته اسمح لي فقط كيف يمكن أن تكون موجودة والبعض يشتكي من أن المسيحيين ليس لديهم حرية بناء دور العبادة كما هو الأمر بالنسبة للمسلمين وغيرها مما يعتبرونه تضييقات؟ لو نفهم هذه النقطة أكثر. أنا بقول لسعادتك الأجندة موجودة نظريا ولكن غير مطبقة عمليا. يعني عندما نقول العلاج، أقول العلاج إصلاح الحالة الإعلامية والتعليمية والخطاب الديني وإلى آخر هذا الكلام، ده الكلام مكرر، ولكن الآن مطلوب أن نطبق هذه الأجندة الإصلاحية وهذه الاستراتيجية على أرض الواقع. هناك مشاكل للأخباط لا نقاش في هذا، ولكن أقول لابد من حل هذه المشاكل على أرضية وطنية مصرية حتى لا يكون هناك ثغرة للتدخل الأجنبي، لأن هناك فكرة تدخل أجنبي قائمة ولا ننكرها، ولكن الحل في حل مشاكل الأخباط وتفعيل هذه الأجندة الإصلاحية من خلال حل سياسي مصري من جميع المصريين. وهنا أريد أن أنبه، لا يمكن أن يكون هناك حل لمشاكل الأخباط حتى لو النظام السياسي أراد ذلك إلا إذا كان هناك تجاوبا في الشارع المصري، وهذا التجاوب لا يأتي إلا من خلال توحد مصري إسلامي مسيحي. هذا هو الحل. لن تحل مشاكل الأخباط بمنأى وبعيدة عن المسلمين. وبالتالي هنا الأجندة التي أقصدها هو تمهيد المناخ والقضاء على المناخ الطائفي الذي يبعد التنافر والتباعد ويقرب بين المصريين مسلمين ومسيحيين. هذا مقصود بالأجندة الموجودة ولكنها غير مفعلة على أرض الواقع. نعم، القضاء على المناخ الطائفي دكتور طهطاوي كيف يمكن أن يتم؟ لأنه في النهاية مثل ما أشار السيد عبد الملك، القضية في النهاية ليست قرار سياسي حكومي بقدر ما هي عقلية ومناخ اجتماعي وثقافي في البلاد. أنا يعني بتفق مع حضرتك تماما في هذا الواقع، ان احنا الان بنشهد وضع مؤسف، انه فعلا اصبحت هناك مشاعر غير صحية لدى قطاعات كبيرة من اخواننا المسيحيين وبعض القطاعات من المسلمين. العلاج الحقيقي لهذا هو في سيادة القانون، في احترام الحريات الاساسية، في احترام حقوق الانسان. يعني انا الاحظ انه اكثر فترات التعايش الأخوي بين المسلمين والمسيحيين في مصر كانت الفترة ما تسمى بالفترة الليبرالية من سنة 19 إلى سنة 52. ولذلك أنا بقول لحضرتك أنه استعمال قانون لا يفرق بين الناس وطرح مشروع سياسي يجمع الكل من مسلم ومسيحي بغير تفرقة هو الجوهر الحل. ليست المسألة معالجة قضية طائفية وإنما معالجة قضية شعب في عمومه يعاني من مشكلات مشتركة. معالجة هذه المشكلات المشتركة يعني المعالجة هذه يعني المعالجة هذه دكتور، ما هي الخطوة الأولى فيها برأيك؟ والله يعني هذا سؤال صعب، لكن أنا يعني إصلاح قانوني مثلا، إصلاح قانوني في البداية، يعني ربما يكون إصلاح قانوني وربما يكون إشاعة مناخ مختلف بواسطة المفكرين، يعني أن يتضافر المفكرون من الطرفين في إشاعة مناخ مختلف.
بيان مثلا أن مثل ما حدث لا يمكن أن يقوم به مسلم عاقل، مثلا مثل هذا الأمر لا يمكن أن يؤدي، أن هذا الأمر مجرم إسلاميا تماما. يعني الأزهر الإمام الأكبر الشيخ الأزهر أصدر بيان قال الإسلام بريء تماما ممن يقومون بهذا العمل. والأصوات بل أنا حتى يعني الأصوات التي ارتفعت في مصر وخارج مصر، سواء الشيخ يوسف القرضاوي، حزب الله اللبناني، حركة حماس، كثيرة هي الحركات التي أدانت ذلك على أساس أنه لا يمكن أن يكون على أي خلفية إسلامية. تفضل. أنا لو كنت عضوا في حركة سياسية إسلامية، ما هي مصلحتي في مثل هذا العمل؟ ده عمل إرهابي. يعني ما هي مواصفات العمل الإرهابي؟ أنه عمل بلا عقل، يستهدف أبرياء بلا تمييز. هذا يعني هذا العمل تنطبق عليه التعريف، يعني تنطبق عليه التعريف الدقيق للعمل الإرهابي، لا عقل له ولا هدف له، يستهدف الناس بغير تمييز. يعني إذا أردنا أن نتناول يعني بعض المسائل سيد عبد الملاك التي يمكن أن تساعد في خلق بيئة جديدة في مصر في المرحلة المقبلة، على الأقل في ضوء ما جرى، يعني هناك حديث عن أن سواء في الساحة الإسلامية أو الساحة المسيحية هناك أصوات متطرفة. برأيك هل تعتقد بأن حصر هذه الأصوات أو محاصرتها بشكل أدق يمكن أن يساعد على خلق هذه البيئة الملائمة لمستقبل أفضل بين المسلمين والمسيحيين في مصر؟ بالتأكيد بالتأكيد هذا هو المطلوب، وفورا. هناك أولويات. أولا تنأى الدولة عن لعبة التوازنات السياسية في عند الأحداث الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، ويطبق القانون تماما على المخطئ أيا كان هذا المخطئ، دون النظر مسلم أو مسيحي أو أيا كانت شخصيته. الحتة الثانية بقى أن الخطاب الديني لابد أن يبدأ الآن وفورا من خلال خطاب يدعو إلى التسامح وإلى الحب إلى قبول الآخر. الآن هناك خطاب ديني مستفز ويحمس الشباب من المسلمين ويحمس الشباب من المسيحيين، حتى وصلنا إلى هذا المناخ الطائفي. هنا أقول لماذا لا يصدر قانون ضد التمييز الديني والسياسي، ليس الدين فقط ولكن الدين والسياسي، بحيث يكون هو البداية الحقيقية لكل ليعرف كل مواطن قدره وحقه، وهذا يكون حل ليس للمناخ الطائفي والمشكلة الطائفية مشكل أغباط، ولكن سيكون حلا سياسيا لكل المصريين. وهنا أقول أن هناك بعض المطالب القبطية وبعض القوانين التي لابد أن تصدر، لابد أن يكون هناك حوار مجتمعي لكي تصدر هذه القوانين ولكي يتم حل هذه المشاكل في إطار توحد مصر الحقيقي. لن يأتي ولن يكون إلا من خلال تطبيق القانون نمر واحد، نمر اثنين خطاب ديني يكون فيه المسجد والكنيسة أداة توحد حقيقية للإثنين. دكتور الطهطاوي، ما مساهمة مؤسسة مثل الأزهر في هذا السياق الذي يدعو إليه السيد عبد الملك؟ حضرتك يعني قبل أيام صدر حديث الشيخ الأزهر يقول فيه أن حماية المسجد، حماية الكنيسة فرض على المسلم كحماية المسجد، ويستند في هذا إلى آية قرآنية واضحة لا شك فيها ولا لبس فيها. المسلم مطالب مش فقط باحترام الكنيسة، مطالب بالدفاع عنها. نحن نكرر في كل وقت أن المساواة الحقيقية بين المواطنين جميعا هي أساس، وأساسها المواطنة مبدأ إسلامي. فالحقيقة الأزهر خصوصا في الفترة الأخيرة يركز، بل أنه يعتبر أن أولوياته ثلاثة: الوحدة الوطنية، التضامن العربي الإسلامي، الأخوة الإسلامية والحوار بين الناس جميعا. أول أولوية للأزهر هي تعزيز الوحدة الوطنية في مصر. شكرا جزيلا لك. وأنا أتفق تماما مع الأستاذ جمال الأسعد فيما تفضل به من أن تعزيز مناخ الحرية وتعزيز مناخ المساواة التامة أمام القانون والمساواة قائمة، ربما يكون في التطبيق بعض استثناءات، لكن نحن نريد أن تزول هذه الاستثناءات لتصبح المساواة تامة بغير تفرقة ولا تمييز. شكرا جزيلا لك دكتور محمد رفاعة الطهطاوي المتحدث الرسمي باسم شيخة الأزهر. شكرا أيضا للسيد جمال أسعد عبد الملاك عضو مجلس الشعب المصري
على هذه المشاركة. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر. غدا بإذن الله قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد.